عمرك فكرت شو الفرق بين شخص مؤثر، بين شخص ملهم، بين شخص عم بيعمل فرق وكلماته عم توصل عقل وروح وقلب الناس، وشخص تاني عم بيحكي وبيحكي وبنصح 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 وبنصح، بس يا إما ما حدا بيسمعه يا إما تأثيره يكاد يكون زيرو. أنا هذا السؤال عندي obsession، عندي اهتمام، عندي هوس فيه، لأني عندي شغف أعرف إيش الأشياء اللي بتعمل فرق، عندي شغف إني كيف أوصل معلومة للناس بطريقة بسيطة وتعمل فرق في حياتهم، تعمل تأثير في حياتهم، تقدر تعمل تأثير بالمجتمع وبالكون. واللي وصلت له إنه الفرق بين الشخص المؤثر والشخص اللا هي شغلة بسيطة كتير، يمكن تكون صادمة لك، بس صدقني عندها قوة تغير حياتك. والفرق إنه الشخص المؤثر بيعمل اللي بحكيه. أعيده مرة تانية، الشخص المؤثر بيعمل اللي بحكيه، أو زي ما بيحكوها بالإنجليزي walk the talk، عايش اللي بحكيه. الشخص اللي مش مؤثر بيحكي حكي زي الببغة، بكون ناسخه من برا وسامعه من هون، بس بغير عليه وبحط ميك اب على الكلمات وبيحكي حكي هو مش عايشه، هو مش مجسده، هو ما بيعرفه بعمقه، فعم بعطي نصائح للناس وهو نفسه ما طبقها على حاله. خليني احكي لك طاقيا شو بصير عشان يوصلك الوعي. لما انت تعطي نصائح انت فعليا مش عايشها. اللحظة اللي بتحكي كلمة برا او نصيحة برا وانت مش عايشها، طاقيا التردد الطاقي لهاي الكلمة مش متوازي مع التردد الطاقي للسبكونشس تاعك. يعني ممكن تحكي للناس خليكوا صادقين، خليكوا عبروا عن حالكم، ما يكون عندكم قيود، بس انت فعليا في محلات كثير ما عم بتعبر عن حالها، ما بتعبر عن حالك، في محلات كثير ما عندك قيود فيها، في محلات كثير عم تحكم فيها. هذا التناقض رح يخلق اختلال طاقي. فالكلمة هي عبارة عن رسول للطاقة، الكلمة بتحمل vibration، الفايبريشن تاعها رح يكون مبعثر، الفايبريشن تاعها رح يكون في شكل من الكذب، شكل من الزور. والإشي اللي فيه طاقة كذب، طاقة زور، طاقة خداع، عمره ما بيكون له أثر صادق. ممكن يكون له أثر على الشخص اللي بيستقبل الخداع، فبتصير في سلسلة خداع بهذاك المحل. المحل الوحيد اللي بيطلع منه الصدق هو المحل اللي انت عايشه. وهذا خبرية حلوة، لأنه أنا ما عم بحكي لك لازم تحكي فلسفات مش طبيعية ولا لازم تعطي نصائح خرافية. احكي اللي انت عايشه، التحدي اللي مريت فيه احكي عنه، وإذا أنت لسه عم بتمر بهذا التحدي احكي أنا لساتني ما وصلت هون أني حليته، لسه في عندي مشاكل هون، لسه هون عم بحاول. لما تحكي من هذا المكان وتكون صادق رح تشوف أنه تأثيرك رح يرتفع 10 و20 و100 مرة أكثر بس بهاي التغيير بالذهنية. حاب تعرف ليش الناس بيحكوا نصائح مش عايشينها؟ عشان هم بالنهاية بحاولوا يحطوا قناع عشان الناس تقبلهم عليه، عشان يحطوا قناع التيتشر، قناع المعلم، عشان الناس تنبهر فيهم. بس بهذا القناع هم بيحطوا فاصل بينهم وبين الناس، بهذا القناع هم بيفقدوا إنسانيتهم، بهذا القناع هم بيكذبوا على حالهم وبنسوا انهم بيكذبوا على حالهم، وبعد فترة بيتخدروا عن وعي الكذب على ما يصير هو جزء المتغلغل في حياتهم. خليني احكي لك مثال صادم على كتير من هاي الفئة. للأسف راح احكي للأسف، كثير من الدعاء بالعقائد بنشوف شيوخ وخورة بيطلعوا بيحكوا عن الغفران، بيطلعوا بيحكوا عن عدم الأحكام، بيطلعوا بيحكوا عن الحب، بيطلعوا بيحكوا عن تقبل الآخر، وهم في عمقهم ما جسدوا ولا 1% من هاي التعليم، ولا حتى عم بتدربوا على هاي التعليم. عشان هيك أول ما يصير تحدي حقيقي في حياتهم عن التقبل أو عن الحب، هذا التقبل بهز كيانهم، هذا التقبل بيعيشهم، فبيحاولوا يتخبوا بصورة الداعية عشان يطلعوا من محل أكبر وأبعد عشان يهربوا من الكذب على حالهم. بس الشخص القوي، الشخص اللي مرتاح بضميره، الشخص اللي عنده سلام مع حاله، هو الشخص اللي عارف إنه عم بيعيش اللي عم بيحكيه، أو على الأقل عم بيمشي برحلة تجسيد للي بيحكيه. خليني أعطيك هنا قصة عشان توضح لك قوة تجسيد الكلام عند القادة. واحد من القادة اللي أنا شخصياً شفت عنده قدرة غير عادية على تجسيد الكلام اللي بحكيه هو شخص اسمه غاندي أو غاندي. غاندي كان من الزعماء الروحيين بالهند بفترة معينة. وفي سيدة بمدينة قريبة لغاندي
عندها ابن بضل ياكل سكر كل يوم، فبتعرف كيف الامهات انه ابني باكل سكر، كيف بدي اخليه يخلص من السكر؟ شو بدي اساوي معاه؟ فهي عندها اهتمام، بتحب ابنها، ما بدها اياه ياكل سكر وينأذى، وابنها مش عم يبطل اكل السكر. فهي قعدت وصفنت وفكرت شو ممكن اعمل شو ممكن اعمل. بعدين طلع لها فكره، ابني بحب غاندي كثير، هو المثال تاعه اللي بيحتدي فيه، ليه ما اخليه يروح على غاندي وغاندي راح ينصحه يقول له ما تاكل سكر. فعملت هذا الاشي وراحت مع ابنها ومشيت مشيت مشيت مسافات ووصلت عند غاندي. حكت له غاندي بليز احكي لابني، ما بتخيل حكت له بليز بس حكت له احكي لابني انه يترك السكر. فغاندي طلع عليها وطلع على ابنها قال لها ارجعوا الاسبوع الجاي. المهم روحت على بيتها واجت الاسبوع الجاي حكت لغاندي ممكن تحكي لابني شو يساوي. غاندي طلع على ابنها وقال لها قال له يا حبيبي اترك السكر مش منيح لصحتك. فالام انذهلت، طيب غاندي انت قبل باسبوع جيني عندك، ليه ما كان تقدر تحكي هالكلمه؟ ليش خليتنا نروح مشوار مرتين رايح وراجع بدل ما تحكي لنا اياها؟ فطلع عليها غاندي وحكى لها لانه قبل باسبوع انا كنت اكل سكر. وصلتك العبره من الحكايه اللي عم بحكيها؟ بالنهايه هو ما بده يحكي لها اشي هو ما كان عاشه، وهذا اعلى مراحل التجسيد في الحياه. فرح اطلب منك ما تحكي اشي انت مش عايشه، ما تحكي اشي اكبر منك، احكي وين انت بالضبط، وهذا بتطلب ادراك وين انت بالضبط. وما راح احكي لك كون مثالي عشان انا شخصيا بحكي اشياء بمحلات معينة ما بكون عايشها، بس بلقط حالي، بس براجع حالي، بس بنتبه حالي، لان اللحظة اللي بحكي اشي انا مش عايشه حرفيا بحس بمعدتي اشي بشد، وعشان صار عندي ادراك حسي عالي عشان مرتبط بهذا المكان من الضمير، اللحظه اللي بحكيها بعتذر عنها، اللحظه اللي بحكيها بتعرف لما احكي لحد نصيحه مش عايشها بحكي له بتعرف، لا انا لسه مش عايشها 100%، خليني انا اعيشها. واللي اكتشفته لما احكي الكلام من مكان انا عايشه 100%، قوه الكلام في الشفاء في التغيير في التاثير قوه مذهله، لانه وقتها ما بحتاج افكر شو اللي بدي احكيه، وقتها بيطلع الكلام بانسياب، وقتها بتطلع كلمة واحدة ممكن تغير حياة بني آدم للأبد بدل ما تكتب 20 كتاب. عارف ليه؟ لأنه هاي الكلمة حملت في طياتها إدراك الصدق، طاقة الصدق، تردد الصدق، والمكان اللي بيطلع من صدق بوصل للمكان الصادق جواتك، المكان اللي بيطلع للقلب بوصل لقلب الناس. فرسالتي لك بالنهاية عيش اللي بتحكيه وهيك بتكون مؤثر. وشكراً.